المظلة منذ 2011 قاعدة تشهد في انقطاعات متكررة للماء غير صالح للشرب. مؤخراً منطقة برج العكارمة، الحي القبلي من المعتمدية ومنطقة السقي شهدت انقطاعات متواصلة في بعض من الأجزاء دامت ما يقارب شهرين. إلى جانب ثم برشا معنا مجموعة من الأعطاب اللي تصيب الشبكة واللي تتسبب معناها في إيقاف تدفق الماء، وهذا واضح جدا راجع بالأساس التآكل من الشبكة اللي تقريبا راه عمرها من 1983 وما هيش قاعدة معناها تتعرض لصيانة دورية. يعني القنوات اللي قاعدة تجيب في الماء من القطار، خاطر نحن في معتمدية المظيلة رانا نشربوا من القطار، القنوات اللي قاعدة تجيب ضربة ضربتين مكسرة إلى جانب يعني حتى القنوات اللي موجودة في صلب المعتمدية. وكيف ما قلت هذا راجع بالأساس إلى قدمها وتآكلها. الإشكال الثاني هو أنه الانقطاعات هذه تزامنت فقط في فترة الصيف. ليه؟ لأننا نحن نعتقد واللي هو للأسف السلطة ما حبش تصرح به، وراو كيف نقول السلطة سواء السلطة السياسية أو حتى إدارة من الصنات في حد ذاتها، منسوب الماء اللي تشرب منه معتمدية المظيلة ضعف اليوم 17 أمبير، يعني استهلاك عالي جدا للماء فيما يتعلق بغسل معناها الفوسفات والى اخره، اجعل المائده المائيه في ولايه قفصه ككل تتراجع بشكل كبير. والغريب في المعادله هو انه مهما يشهد الاستهلاك البشري من القطاعات عمره ما يتذر الماء اللي ماشي للاستهلاك الصناعي. شركه فوسفات قفصه مع المجمع الكيميائي ما يحبسش عليها الماء، يحبس علينا نحن وما يحبسش عليها. والله كان الماء قبل ماشي هم يقص علينا، ما كان يقص علينا صحيح الماء بسد، اما بقى بالنسبه بسد مش ما عادش يشرب، ما عادش يشرب على قاعده علاش ناس تشرب ولا ماء خايب وموسخ مصدر اللي انا بالنسبه فيه ريحه ومر وما عادش فيه حتى شيء. تو العباد تشوفك وقتها انا تشوف كمين نتاع الماء اللي تبيع ما نشربوش من السبالة، مش صحيح نشربوش من السبالة أصلا، كان نغسلوا بيه نتوضوا بيه نجيبوا من السقي معناها في البتاتي من السقي زول المنظيلة نعبوا فيهم بالنيتية ونروحوا يصير بينا نهار معناها في السخانة والتعب والوحدات والماء ديما مقصوص. جبات السونات هنا ما يخدموش حتى كتقار راح يقوم برا شوف الكياس كلها محفر معناها ماشي ومجي تلقى الخمسين 55 معناها تنمشوا حتى للمعمل سي بي جي معناها نعبوا من السي بي جي ونزلوا الساقي ونصبوا في الغنم وزيد نرجع حتى الدوش ما يقولش باش ندوش ماشيين مرتاحين وصايمين رمضان وقت شوف السخانه. راهو كيف تاخذي اي مواطن من معتمديه المظيله وتزي تعملي له اي تحليل ممكن تاكدي مساله الكلى موجوده، مساله الكالكير على مستوى يعني معناها سنينه على مستوى معناها فهمنا موجوده بشكل كبير ياسر خلاص، لانه الماء اللي نحن من المفروض نطالبوا به راهو نسيت اني تنقول لكم راهو غير صالح للشراب في حد ذاته، نسبة الملوحة نتاعو، نسبة الكالكير معناها اللي فيه عالية جدا، وقت ما نسخنوه فقط يتراكم الكالكير على جانب أي إناء يعني تستعمله، فبالتالي معناها شوفي المعاناة، ما غير صالح للشراب وينقطع عليك وملزم أنك تخلص بمقتضى عقد تصحه أنت كمواطن مع شركة احتكارية منفردة كان هي بالمجال وانت مطالب باش تحترم كل النقاط وهي غير معنية بأي شرط. الماء الصالح للشراب قاس علينا برسك الشهر شهر ونص، كلمناها من المرة الأولى برسك الشهر التالي كلمناها جو عملوا روحهم صلحوا، لكن بعد التصليح فما دي بارتي فيها الماء ودي بارتي ما فيهاش، فما دي زون ما فيهاش الماء. زدنا كلمنا السيد المعتمد وكلمنا مدير الصناد وكلمنا السيد الوالي، لا حياة اللي من تنادي. الحالة ولت مزرية ياسر، ولينا نشرو في الماء بالفلوس ونخلصوا في الصناد ومام طون. كلمت عرافي المديرين نتاع الكوباني السي بي جي قلت لهم يعطونا دراكتور ولا زوز هم كمام على الاقل النقص للحكايه هذه ما وافقوليش، حبيت نحلها بحكايه سلميه. عامين التالي اعطوني دراكتور عندي عامين نخدم عليه، نخدم ونجيب المال للعباد وناس ساكته مادام جايه الماء كمام انا وحل انا ومجموعه السكان اللي ساكنين هنا ما لقينا حتى حل الا مشينا وقفنا في الكياس.
عنا السي بي جي الوسيلة الضغط الوحيدة اللي باش يسمعونا به. عملنا وقفة احتجاجية من با ربع ساعة أربع دراج وروحنا للروح. ما راعني إلا العشية جوني هنا جماعة الفرقة فرقة الأبحاث جابوا لي استدعاء. مشيت للاستدعاء، مشيت لمكلو مضغوطة، ردوني إرهابي، مانيش ما عادش إنسان عادي. قالوا لي كان وقفها أي واحد آخر متى ما يخدمش في السي بي جي يكون حاجة عادية. لما قالوا لي مدامك أنت مسير في شركة فاس قفصة ما يزمك تحبس، يزم تموت حاجاك نموت بالعطش ويمرضوا صغاري بقلة الماء وما نحبسهاش. قعدت موقف ليلتين في الجيول في المركز، مركز الحرس بلالة، ثلاثة أيام. نهار الثالث بشرة واحد والتهمة تعطيل حركة السير وتعطيل العمل بشركة فصفات قفصة، والتو القضية مازالت سير. هذا بير من أحد المشاريع اللي رسمتها الدولة في إطار محاولتها لتوفير الماء صالح للشراب بالنسبة لمنطقة سقي، وكذلك في دعم النشاط الفلاحي في المنطقة هذه باعتبارها ترتكز أساساً على الفلاحة البعلية، غير أنها باش تحولها فلاحة سقوية. انطلق من المشروع هذا، جابوا الآليات، جابوا المعدات اللازمة، بدت مسألة التنقيب بعد ما وصلوا على عمق كبير برشا، مانيش متأكد لكن تقريبا من 2000 متر وتقريبا. الواحدة أن الماء اللي خرج أو وفق تصريحات هم كان يعني ماء ملغ غير صالح للشرب وغير صالح كذلك للاستعمال معنا الفلاح. ثم بعض الأصوات من هنا هناك تقول أنه ملف معنا الفوسفات هو اللي يخليهم يعطوا معطيات معناها مش صحيحة، باعتبار أنه يسكروا معنا الملف باش تبقى المنطقة هذه معنا بلا ماء، لأنها هي نوع من المجال الحيوي لشركة فوسفات قفصة. البارح بيت لهنا، راني جيت يعني خزيت ستيرنا والبارح بيت لهنا، يعني عدت مصالحي ضاعت، يعني عدت تدرك عندي مصلحة ضيع علي على جال الماء، لأنه ما فيش حتى شيء. البارح جيت حكيت ثمانية ونص، عبيت الصباح حكيت سبعة، خرجت السبعة صبيت الماء للغنم ورجعت باش نعبي ستيرنا أخرى، لكن الماء ما تمش حتى ستيرنا معبية، ندوروا عليه ما يسيرش، ندوروا عليه من ستيرنا هاينا. هذه إثارنا ما فيهاش، فهمت؟ هذه إثارنا، نمشوا لهذا. نعبي بدون من عندكم، بدون ومن بطية زاد، ما هوش من السبالة ولا هو مجمر خلاص السبالة ما تمشيش خلاص. والله هي ذاك نجمل ها ونجمل كيف نكاف في الصل مثلا ولا في البادين وفي بانويت وبعدين نبدا نغسل. هذا وش بالطاس؟ هذا اذا كان يلقى، اذا كان يلقى باش يدوش، اذا كان يلقى باش توا هو اللي يمشي في النهار بعد تشد عبد السليم، بعد تشد عبد السليم ولا فطر قبل ما يمشيش، يقعد بالعشرين يوم ما يمشيش، بالعشرة يوم ما يمشيش، وبعد كي تشد عبد السليم ولا يمشي في النهار وفي الوقت ضايق وصول غدو الصبح.